يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حتة ومخلياني أطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكة مصيبة، وفي كل حتة كارثة، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج فيه إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. تواد زبالة، واد غبي وأهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك، وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني أروح لحد أفندينا في بيته وأطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. اللي حصلت يا فندم. هو انا يا جزمة يا بنت الجزمة مش منبهة عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي اختي اللي لازماكي؟ تخرجيش يا بنت مصاحبه لك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت بتقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكس الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع عني جنبه ساعه. اما كنت ورد صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات؟ يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصل اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا 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 ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطرة. شغل ايه؟ الاسراحة دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري يا امك، لا ارى في اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطرة اعتبرني اتاخرت ساعة زيادة، ما فيهاش حاجة يعني، عن اذنك. اذنك معايا. الحفلة دي كلها علشاني؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيك يا عمروتي. موتي فيا ولا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفاية عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمة ان مفيش حاجة مش على مزاجي. حبيبة بابا. الله، اهو كده حلوة قوي الكلام ده. قوي. شكلك متضايق، متفتفت شوية كده لخدامتك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات. مبقاش فيه مزاج. مبقاش فيه مزاج. اي 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 لا لا، ما كنت ماشي حلو، خليك حلوه بالراحه. ايوه ايوه. وليه يا سوريا؟ انت كنت فين يا بت؟ ها؟ ما انا قلت لك يا معلم نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجه كده يعني. ايوه فهمت فهمت. وقولي لي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان.
غريبة، مع إنك لسه ما قضيتيش ماهية الشهر. جرى إيه بقى يا معلم الله؟ أنت عمالك تسأل أسئلة غريبة كده وأنا مش عارفة أجاوب. أنت رايحة فين؟ يا بنت يا سوري. والله زعلانة منك يا معلم، أقصى عليك بقى الله. إيه ده؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني، احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده إيه؟ انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله حلوه حلوه قوي. ايوه يا طيب الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس اوعي تكسر رقبتي. لا بعد الشر عليك يا حبيبي. بالراحه قولي لي، بعد ما اشتريتي اللوازم ما قلتليش رحتي فين؟ ركبت المسرح واخر سلطان. تأمرني انا هنا عشان تأمرني.